الانتخابات العراقية التي حصلت في 10 أكتوبر الماضي لم تحسب نتائجها رسميا حتى الساعة، فالخلافات التي تعصف في المشهد العراقي تضع البلاد أمام خيارات خطيرة. الهيئة القضائية للمفوضية العليا للانتخابات في العراق تقرر إعادة فرز الأصوات في المزيد من المراكز الانتخابية التي جرى الطعن في نتائجها. ووسط التأجيل الحاصل، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات يحذر من التدخل في عمل مفوضية الانتخابات أو تهديد أعضائها. فمتى يتوقع حسم النتائج في العراق؟ وهل ما يحصل مماطلة بانتظار الاتفاق السياسي على الحكومة والحكم؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا من بغداد. معنا أستاذ العلوم السياسية دكتور عصام الفيلي، معنا أيضا رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية دكتور عادل المانع. مرحبا بضيفي. دكتور عصام مساء الخير. يعني تأخر الموضوع، يعني البعض كان يتوقع أن يتم الانتهاء من العد والفرز والإعادة والطعون وكل هذه الأمور، وتظهر النتائج النهائية على ما يبدو، يعني الأمور ماضية في اتجاه نموذج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، استغرقت وقت طويل. ما الذي يجري؟ في البداية تحية لك أستاذ مهند وإلى ضيفك الكريم الدكتور عادل ولكل المشاهدين الكرام. حقيقة أن طبيعة هذه الانتخابات طبيعة هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها. في الانتخابات الماضية كان يكاد يكون هنالك شبه قناعة لدى كل الأطراف في طبيعة هذه النتائج، لكن في هذه الانتخابات بدأ واضحا أن هنالك اختلاف في موضوع طبيعة التعامل أساسا مع هذه الانتخابات. كما تعلم أن تشكيل ما يعرف بالدوائر المتعددة شكل صدمة لكثير من القوى السياسية، وبالتالي بعض القوى السياسية كانت تعتقد أنها تستطيع أن تحقق محصلة رقمية عالية لم تستطع ما كانت تبغي إليه. ربما يكون الفائزين الأوائل اثنين في داخل البيت الشيعي، الأول السيد الصدر والثاني السيد المالكي. في هذا الإطار هم أكثر قناعة، لكن بقية الأطراف وجدت أن هذا ما تحقق من نصر لا يلبي بطموحهم، وهذا الخلل حقيقة هو الذي ما جعلهم أن يشككون بنتائج الانتخابات في واقع الحال، لكن في صالوناتهم السياسية يؤكدون أن هنالك خلل ميكانيكي حينما تم الدفع بما يعرف بمرشح الظل داخل الدائرة الواحدة، وبالتالي ترتب عليه مثل هذه النتائج التي أقولها لم ترضيهم، فما دفعهم أن يقدموا مزيد من الطعون في هذا الإطار مع التشكيك بعمل المفوضية. طيب دكتور عادل، مرحبا بك معنا أيضا من جديد في غرفة الأخبار. يعني المسألة يمكن تلخيصها ببساطة من وجهة نظر الكثيرين، هناك طرف خسر ولا يريد ولا يعترف بهذه النتيجة، هذا باختصار ما حدث، أليس هذا بالفعل هو الواقع؟ أبدا. تحياتي لك أستاذ مهند ولأخي وصديقي دكتور عصام الفيلي ولمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية أينما كانوا. لا، هذا ليس هو الواقع. الواقع يختلف عما تفضلت به كثيرا، لأنه هناك كثير من الوثائق التي تدين بشكل مباشر المفوضية، ولعل آخرها ما صدر من الهيئة القضائية يوم أمس لعله هو هذا الدليل الأكبر في أن تضع النقاط على الحروف على أنه المفوضية يعني تلكأت وارتبكت في أدائها، فبالتالي ذهبت إلى أن تقول أن نتائج العاد والفرز اليدوي هي مطابقة 100% مع العد الإلكتروني. فلذلك جاء الرد سريعا من قبل مجلس المفوضين بإعادة عد وفرز، بمعنى أن هناك إشارة واضحة. هذا جانب. الجانب الآخر فيها مشاكل كثيرة، منها أنه يوم 30/9 على ما أتخطر، أعتقد 30/9 قبل الانتخابات بعشرة أيام، أرسلت الشركة الألمانية الفاحصة كتابا إلى المفوضية تقول أنه لا يمكنكم الذهاب إلى الانتخابات لأنه الأجهزة يعني غير دقيقة وغير مهيئة لإجراء الانتخابات. ثم أعقبتها بكتاب آخر، هذا الحديث طبعا كله موثق، يعني ليس حديث من عندياتي بقدر ما أتحدث عن وثائق.
الكتاب الآخر قدمته في يوم 18/10 بعد 8 أيام من الانتخابات، تقول ما نصه على أنه النتائج التي أعلنت بعنوان نتائج أولية هي نتائج غير دقيقة وغير صحيحة بناء على الفرق الأمومية الموجودة داخل العراق. وأنا شخصيا تحدثت بشكل مباشر في يوم في بعد يومين من الانتخابات، أحد المراقبين الدوليين أخبرني على أنه هناك 17 بندا يعني رأي معد من قبل هذه الفرقة الأممية أنه يعتبرون خرق انتخابي. ولهذا اليوم وكأنه يعني من خطط لهذه النتيجة أراد أن يصل إلى قضية غاية في الخطورة، اللي هي إبدال بتقدير الشخصي، إبدال الوزن السياسي بالوزن الانتخابي. طيب خلينا يعني أستوقفك هون أستاذ عادل. دكتور عادل مثالاً، يعني أنت تتحدث عن من خطط لهذه النتائج. أنت تتحدث بشكل واضح على أن هناك عمليات تلاعب واضحة وفاضحة في هذه الانتخابات من قبل طرف أو أطراف تريد الوصول إلى نتيجة معينة، هذا ما أفهمه من كلامك. نعم، هذا هو الواقع الحقيقة. وكل من يتحدث يعني لحد الآن لا يوجد واقع، لحد الآن يعني هناك نظريات وهناك يعني فرضيات قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة، لا أعلم، لم نرى يعني أدلة دامغة. ولكن فيما يتعلق بالأجهزة، مسألة الرسالة التي أرسلتها الشركة الألمانية في 30/9، هذا ينطبق على الجميع. إذا كان هناك خلل في الأجهزة فهي لن تذهب لصالح التيار الصدري، ولن تذهب هذه الأجهزة لصالح تيارات أخرى، هذا ينطبق على الجميع أليس كذلك؟ نعم، هذا ينطبق على الجميع. هو الآن من قال أنه مثلا المعترضين على نتائج الانتخابات هم معترضين على مقاعد عدد التيار الصدري لما حصل عليه؟ لا إطلاقا، لا، هم معترضين على يعني على دقة العملية. نعم هذا واحد، ومعترضين على ما أعد لهم من المفوضية من أعداد، معترضين على الحجم، لأنه لو جمعت مثلا الفتح قائمة الفتح تعداد المصوتين لها أكثر من 2,000,000 مصوت، فبالتالي تحصل على 17 مقعدا. وإن كانت هذه القضية نحن نأخذ الأربعة الأوائل، ولكن هناك زخما جماهيريا ذهب للانتخابات. طيب إذا أنت الآن يعني تخطيت مسألة الأخطاء الفنية والتقنية دكتور عادل لتتحدث عن تزوير، يعني هذا الكلام واضح أنه هذه الكتلة لها حجم معين من الناخبين. نعم. لم تحصل إلا على هذا العدد من المقاعد، معناته هناك تلاعب. دكتور عصام ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني أنا أعتقد أولا دعونا نشرح طبيعة جسد العملية الانتخابية، لنتفق كلنا أن موضوع الدوائر المتعددة شكل صدمة، وبالتحديد من لم يستطع أن يستعين بخبراء المناطق المتعددة والدوائر المتعددة وقع في أزمة. مثلا على سبيل المثال في إحدى الدوائر التي ترشح فيها مرشحان كلاهما من الفتح، وهو السيد حسن سالم والسيد سعود الساعدي، يعني مجموع أصواتهم كانت ما يقارب 12,500 صوت. لكن من الذي تقدم عليهم؟ تقدم عليهم السيد موحان الساعدي وهو مرشح دولة القانون ب10,000 صوت، لأن أصواتهم قد توزعت فيما بينهم فذهبت في هذا الإطار. عدد الأصوات المهدورة من قائمة الفتح 208,000 صوت و164 صوت. لو تم استثمارها بطريقة علمية وبطريقة التنازل داخل القائمة الواحدة، من هنا تحدث عن الفتح بها عدة تيارات، بها يعني حقوق، فيها موجودين أيضا جماعة البدر وغيرهم، وهذا الإطار لو تم التنازل وتقسيم المناطق بطريقة لا يكون مرشح الظل والتزاحم، لكان للفتح الآن أكثر من هذا العدد، ربما كانوا قد وصلوا إلى ما يقارب 35 أو حقيقة أكثر. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في العراق لا أحد يقبل أن يعترف بخسارته ويقول لجماهيره إنني خطأت في التقدير. بس الدكتور عادل اختلف مع هذه النقطة، يعني أنا هذا كان سؤالي الأول للدكتور عادل. الدكتور عادل يقول لك لا، المسألة ليست بهذه البساطة. طيب
دكتور عادل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان له تصريح فيما يتعلق بالمفوضية. خليني بس أقرأ عليك هذا التصريح. السيد الصدر يقول: نرفض التدخل بعمل المفوضية من جهة، ونؤكد على سلامة أفرادها من جهة أخرى. لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريدها البعض أو يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاءوا من بوادر إشراقتها. هذا ما يقوله السيد مقتدى الصدر. بمعنى آخر، هناك جهات لا تريد للكتلة الأكبر أن تشكل حكومة الأغلبية التي يدعو لها السيد الصدر. ما رأيك في ذلك دكتور عادل؟ لا، أولا نحن لا نختلف مع السيد الصدر في أن تكون هناك ضغوط على المفوضية أو تتعرض المفوضية إلى أذى سواء على مستوى أشخاص أو على مستوى مؤسسة. ونتفق مع السيد الصدر على أنه القضاء يجب أن يحترم وهو صاحب الكلمة العليا. هذا 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 حديث لا يختلف عليه يعني عراقي سياسي وطني غيور شريف. ولكن الاختلاف بالرؤية السياسية اللي هي بالكتلة الأكبر. أولا الكتلة الأكبر يعني دعونا نحتكم إلى الدستور العراقي. الدستور العراقي في المادة 76 من الدستور يقول: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عددا لرئاسة الوزراء. فجرى خلاف في عام 2010 بين السيد المالكي والسيد علاوي. يعني كان نتائج علاوي حصل على 89 اصوات اكثر، واحتكمنا الى المحكمة السيد المالكي. لا لا، هو 91-89 يعني كل يعني هذه 91 لصالح الدكتور علاوي وبين السيد المالكي، فاحتكمنا 91 لصالح دكتور علاوي. أحسنت. فاحتكمنا إلى المحكمة الاتحادية أنه من صاحب الكتلة الأكبر صحيح. من يفوز بعدد المقاعد من صندوق طيب بس الانتخاب. نحن لم نصل إلى هذه النقطة بعد دكتور عادل. يعني هذه المسألة تأتي بعد أن يكون الجميع قد اعترف بالنتيجة. تلويح السيد لا، مو كأنه من تغريدة السيد الصدر أنه إشارة سياسية قضية الكتلة الأكبر، اللي يعتبر أنه التيار الصدري الآن هو الكتلة الأكبر، بينما واقع الحال نقول إن تمكن السيد الصدر من حصد كتلة أكبر فلنبارك له ونمضي ولتمضي العملية بسلام، وإذا تمكن الآخرون مثلا الإطار التنسيقي اللي القسم اللي هو الشق الآخر من البيت الشيعي، لو تمكن من حصد مجموعة من الأصوات تزيد على السيد الصدر تمكنه من حصد كتلة أكبر الحكومة. فليبارك له السيد لا طبعا هذه العملية ليست هنا. الصحية دكتور عادل يعني هذه العملية هنا. المطلوبة، ولكن الآن نحن لم نصل إلى هذه النقطة حتى يتم تكليف جهة أو جهة أخرى. يعني نحن الآن هناك تيارات وأحزاب كثيرة تشكك في نزاهة هذه النتائج. ما هو هنا المشكلة؟ ما هو يعني ليلة أمس الأول عند اجتماع مجموعة الإطار التنسيقي يعني البيت الشيعي الأكبار مع السيدة بلاس خارت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، قدمت لها الأدلة، وبالتالي كان لها لقاءين، اللقاء الأول مع الشيخ قيس الخزعلي واللقاء الآخر بمجموعة الإطار التنسيقي، يعني السيد المالكي، السيد العامري، الفياض والأدلة كانت يعني أصابها القضية يعني نوع من الفتور، وكأنها تفاجأت أنه كيف حصلت هذه المجموعة على هذه الأدلة. أقول وبصراحة أن القادم قد يكون يعني خطير جدا وقد لا تتشكل حكومة من الآن. وبرأيك سيعاد النظر في هذه النتائج يعني بشكل أو بآخر؟ أعتقد لابد من إعادة النظر لخلق التوازن السياسي إذا كنا نتحدث دكتور عصام. طبعا الحديث عن أغلبية سياسية أصبح من الماضي الآن. دكتور عصام، أيضا يعني ضمن الإطار التنسيقي الآن ما يسمى عندكم بالإطار التنسيقي الشيعي، زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يقول: لم تنتج الانتخابات توازنات سياسية واضحة. لا أدري ما الذي يعنيه بذلك السيد عمار الحكيم، يعني هو حصل على مقعدين، ربما لم يعجبه هذه النتيجة وبالتالي يقول لم تنتج الانتخابات توازنات سياسية واضحة. ما هي التوازنات التي كان يفترض أن تنتجها هذه الانتخابات دكتور عصام؟ هل كان يعتقد البعض بأنه
التقسيمة القديمة يجب أن تظهر في هذه الانتخابات مرة أخرى؟ يعني أولا خلونا نكون صريحين، المشكلة مو موضوع مع نتائج الانتخابات، المشكلة مع قانون الانتخابات. قانون الانتخابات أظهر الحجوم الحقيقي. لا هذا من وجهة نظرك دكتور عصام، يعني أنت أنا أعرف وجهة نظرك تماما، ما الذي تريد أن تقوله فيما يتعلق بقانون الانتخابات والدوائر ولمصلحة من ومن تمكن من يعني أن يلعب بهذه المسألة بشكل أفضل، ولكن هناك اليوم طعن في نزاهة هذه الانتخابات، هناك اتهامات بالتزوير واضحة. يعني أولا نحن في العراق نعيش في ظل سلطة قضائية مستقلة تماما، لديها القدرة الواضحة في موضوع معالجة، وكل من لديه إشكال في هذا الإطار يذهب إلى القضاء. وبالتالي اليوم يعني حقيقة السلطة القضائية أصدرت قرارا في هذا الإطار بإعادة عد وفرز 870 محطة، كان منها حصة ذي قار بالدرجة الأولى 489 محطة، نينوى 471 محطة، بغداد 184 محطة، المثنى 49 محطة. هنالك آليات قانونية ودستورية. طيب. إذا كنا نحترم القضاء وهذا اتفاق جميع القوى السياسية، القضاء هو الفيصل. أما إذا كانت لدينا رؤية، وخلونا نذكر مسألة أساسية، كثير من القوى السياسية أما أنها أخفقت في تقديم مرشح مؤثر في دائرة انتخابية، أو أنها بالأساس توهمت أن بعض المرشحين لديهم ثقل في هذا الإطار. طيب. وإلا أنت بماذا تفسر من داخل الإطار التنسيقي قوى سياسية استطاعت أن تصل إلى محصلة رقمية عليا وقوى لم تستطيع أن تحصل في هذا الإطار؟ إذن أن هنالك خلل. موضوع الاتهامات منذ أول انتخابات جرت في العراق وإلى يومنا الحاضر قبل إجراء الانتخابات وبعدها كان اتهامات في التزوير. لذلك أقول من الثابت والبديهي طيب. أن من يصطدم بالنتيجة لابد أن يكون له رد فعل واضح جيد. والقضاء العراقي هو الفيصل في هذه الأمور. طيب هذه نقطة مهمة دكتور عادل، ما رأيك؟ يعني السيد نوري المالكي حقق نتائج جيدة في هذه الانتخابات وهو من الإطار التنسيقي، البعض الآخر لم يحقق نتائج، السيد الحكيم الفتح إلى آخره، وبالتالي من هنا جاء الاعتراض لأنهم تفاجأوا بهذه الأرقام المتواضعة، كانوا يتوقعون يعني أرقام أفضل من ذلك. باختصار لا، هو أعتقد أنه يعني بتقديري الشخصي هناك سيناريو أعد لإبدال قضية غاية في الخطورة، إبدال الوزن السياسي. من الذي أعد هذا السيناريو يعني دكتور عادل؟ أنت أشرت إلى هذه المكتر المرة يعني تكرر هذه المسألة. يا سيدي الفاضل، من ذهب إلى إجبار العراق أن يتعاقد مع الشركة الكورية اللي هي الآن جنابك ادخل عليها على جوجل وشوف شنو هي، مصنعة غير مصنعة حقيقة؟ لا، هي بكوريا ما تشتغل، صار لها أكثر من 10 سنوات. الشركة الفاحصة، وهي هذه مشكلة، المنتج كوري والفاحص ألماني، وذهبنا إلى الطباعة الشركة إسبانية. طيب. ثم ذهبنا إلى طباعة البطاقة البايرومترية بإيطاليا، يعني كوكتيل انتخابي غريب عجيب. طيب، ما هو يعني لو كان عندكم في العراق كل هذه الشركات كانت صناعتها، ولكن مضطرين تروحوا للخارج للحصول على هذه الخدمات. خليني أسألك دكتور عادل عن ما يسمى الآن بمبادرة عمار الحكيم، إذا سمحت لي ما فيش عندنا كتير وقت. هناك الآن ما يسمى بمبادرة عمار الحكيم، المبادرة يعني تهدف إلى تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان المقبل لإيجاد حالة من التوازن السياسي والتصويت على ورقة الاتفاق الوطني كقرار برلماني في أولى جلساته الرسمية. أنا لم أفهم تحديدا ما الذي تريد أو تهدف إليه هذه المبادرة، ولكن هناك من يدفع بها الآن كحل تسوي بين كل هذه الجهات، ما رأيك؟ هو هذا الأصل فيها، على أنه هي تدفع إلى حلحلة الأمور، عسى أن تكون مفتاحا للحل، لأنه إحنا عندنا أستاذ مهند قضية غاية في الخطورة بالقانون، أنه اليوم المفوضية أنهت عملها وقدمت الملف بالانتخابي بالكامل إلى من؟ إلى الهيئة القضائية في المفوضية. هنا في القانون لم يحدد القانون
المدة الزمنية التي سترسل الهيئة القضائية إلى المحكمة الاتحادية المصادق عليها حتى لو بقي الملف سنة كاملة. فهذا قد يكون هناك بعض الجهات السياسية اللي تضغط باتجاهها تعرقل العملية السياسية. ولهذا جاءت المبادرة بتقدير الشخصي انه يعني درءا للخطر كما يقال، انه درءا للخطر. خلونا نرجع للمحاصصه، هذا ما تقوله المبادره. ممكن تفهم بهذا المعنى، ممكن. طيب دكتور عصام، ما رايك؟ ولا مناصة من ان نذهب الى اغلبيه. لا لا اوكي دكتور عصام، ما رايك يعني في الموضوع؟ هذه المبادره يعني يمكن ان تحل المشكله في دقيقه. يعني أنا أعتقد هنالك عودة إلى موضوع المحاصصة، عودة إلى موضوع غياب الكفاءة التكنوقراط، عودة إلى بقاء ملفات الفساد مغلقة لا أحد يستطيع أن يحاسب من، أن نذهب للصراع على السلطة ولا نبني دولة، وبالتالي أن يكون المتضرر الوحيد في العراق هو المواطن الذي لم يشعر بمفهوم دولة المواطنة، وطبق الطبقة الاستقراطية شعارها كلما فكرت أن أترك السلطة فاضت دموعي كغمامة وتوكلت على الله وقررت أن أحكم الشعب من هذا اليوم إلى يوم القيامة، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الدعاء وأن يترك القضاء. ثقافة المعارضة، هذا ما يقول البعض أن العراق بحاجة إليه اليوم، والمعارضة الصحية هي بنفس أهمية السلطة في أي دولة فيها نظام ديمقراطي. شكرا جزيلا لك دكتور عصام الفيلي الكاتب وأستاذ العلوم السياسية، كان معنا من بغداد. شكرا لك الدكتور عادل المانع رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية، كان معنا أيضا من العاصمة العراقية. شكرا لكما.